برحب بحضراتكم مرة تانية، وخليني كده أخد حضراتكم لرحلة نجاح كبيرة كلنا بنفتخر بيها كمصريين. هيكون معايا دلوقتي عبر سكايب إيفيكا تودروف، مدرب ديجون الفرنسي، ولكن الأهم من ده هو مكتشف محمد صلاح. الراجل ده درب أندية كتير في المنطقة العربية، ولكن كانت أهم فترة بالنسبة لنا إحنا كمصريين طبعا وجوده في ناشئي المقاولين العرب، وهو اللي قدر يكتشف محمد صلاح وهو اللي صعده للفريق الأول. طبعا برحب بيك على شاشة قناة الأهلي في برنامج السادسة. ميرسي، بونسوار حضراتكم ومساء الخير عليكم. خليني لازم أبدأ معاك من محمد صلاح. أول ما شفته، ايه اللي لفت انتباهك ليه؟ ايه اللي خلاك تكتشف ان محمد صلاح لاعب مميز عن غيره من اللعيبه التانيين؟ نعم، حين وصلت للمقاولين العرب كان علي ان اقوم بتصنيف اللاعبين ايضا، وكان مدير النادي دكتور عمرو طلب مني كهدف أن نقوم كما نقول بإعادة هيكلة النادي. وي مسيو. إذا ما حدث أن كان الفريق في حينها لا يزال يحتاج إلى بعض التعديلات، وكان علي أن أجد الحلول وأن أجد لاعبين شباب قادرين أن يكسبوا المباريات وليس أن يخسروا كما كان سابقا. وفي 16 دقيقة كسب محمد الفريق الماتش لوحده، وبالتالي كانت مفاجأة للكل، وبهذا كان فريقنا فريق الشباب كسب الفريق. وبعد المباراة مباشرة تكلمت مع المسؤولين في النادي وعن طريق مترجمي، وطلبت منهم أن نقوم بضم هذا اللاعب إلى التدريب التالي مع الفريق الأول. وقال مدربه في ذلك الوقت أن محمد صلاح اعتذر تودروف، هل هو من يتحمل المسؤولية؟ أجبته نعم، وأنا جاد فيما أقول. ودخل محمد صلاح فقط 5 أيام في التدريب قبل اللعب مقابل أكبر فريق في القارة حينها، وأعطيته الفرصة هو واثنين لاعبين آخرين من لاعبي الفريق الذين كان واحد منهم هو ديسوكي، وكان لاعب وسط وكان لديه نوعية جيدة من الكرة، والآخر كان باسم، وأعتقد أنه نتيجة لذلك أيضا انتقل إلى اللعب الاحترافي في سويسرا. ونينيكي أيضا كان يلعب للفريق الأول، ومن خلال هؤلاء اللاعبين الأربعة حصلنا على نتيجة جيدة ومباراة جميلة. ومن هنا كانت الفرصة لأن ننهش منهم الفوز. يعني هل يعني كنت شايف المنتاليتي؟ دايما احنا بنقول ان المنتاليتي او عقلية محمد صلاح مختلفة عن اي لاعب تاني او على الاقل في مصر، لانه فكرة الاحتراف هو مش بس خد فرصة الاحتراف ولكن ثبت نفسه بشكل كبير قوي، وشفنا اداؤه وانجازاته كمان مع ليفربول وكمان في الاندية الايطالية قبل ليفربول. ايه اللي كان مختلف في عقلية محمد صلاح؟ نعم، حقيقة أنا لدي شريط أول ماتش لعبه، وكان الماتش الذي أعتقد أنه كان الأهم بالنسبة لحياته، وأنا أشاهد هذا الشريط دائما. وأعتقد أن الحالة التي كان علي في عمر 18 عاما، كان عنده 18 عاما حين لعب مع الفريق الأول، وأرانا جميعا أنه لا يخاف من شيء، وكان يلعب بقلب ميت، وهو بالتالي كنا نرى في عيناه أنه يطلب أن نعطيه الكرة، وأنا سوف أقوم كما لو كان يقول أنا سوف أقوم بالباقي. ومن هنا كان علينا أن نحسن منه كمدربين، ولكن كان لديه هذه الموهبة منذ المولد. وكان محمد صلاح كان لديه الفرصة
أن ينال التربية المناسبة من أهله، لأنه على مدار مساره الفني كان دائما هو ذات الشخصية، لم يتغير، لم تغيره الشهرة ولا المال، وهذا ما أقول أنه أفضل ما فيه. وهو كلاعب كورة هو أيضا إنسان، وإنسان تم تربيته بطريقة صحيحة. وما أثر فيها منذ أول ماتش لعب محمد صلاح هو أن لديه نوعية وسرعة لم أراها في لاعبين آخرين، وكذلك قدرته على تغيير الاتجاه وتغيير سلسلة اللعب. احنا كلنا عارفين يمكن المدرب أن يعطيه لا أن يعلمه له، يعني دي اتفضلي يا فندم. كلنا عارفين محمد صلاح لما بنشوفه في الملعب وعارفين مهاراته وسرعته قد ايه هو لاعب كبير قوي. هل ممكن تقربنا شويه اكتر من شخصيه محمد صلاح لما كان 18 سنه؟ في سمات معينه كان بيتميز بيها في الشخصيه على المستوى الشخصي الجماهير ما تعرفهاش؟ نعم، اسمحي لي أن أعيد لك أني أول ما لمسني فيه هو أنه لا يخاف شيء، لا يهاب شيئا. ومنذ أول دقيقة لعبها على الملعب كان يلعب، منذ لو كان يلعب على هذا الملعب منذ عشرات السنين، وبالتالي يعني أنا لدي هذا الشريط، وأعتقد أنه لديكم أيضا، وإن رآه مشاهدين سوف يفهمون. كان محمد صلاح يلعب منذ ماتشه الأول، منذ مباراته الأولى، كما لو كان يلعب على ذات مستوى الذي يلعب عليه اليوم. وكنا نتأكد، كنا جميعا متأكدين من أنه سيصبح لاعب متميز ونجم، لأنه كان يلعب ليس فقط بهذه القوة ولكن مقابل لاعبين كبار، ولعب أيضا مقابل الفريق القومي، وكان خمسة لاعبين يلاحقونه، ولكنه حقق ما حققه وأرانا كرة جميلة، وبهذا ترك علامته مقابل صفر للفريق الآخر، وأكمل مشواره وأكمل هذه النوعية من اللعب على مدار الماتش كله. وأيضا كان يلعب بثقة وليس فقط بنوعية أو بتقنية، وهذا ما سمح له أن ينتقل من نادي إلى آخر، يعني من النوادي الكبرى، سواء وصولا إلى إيطاليا وكذلك الدولة الأخرى إنجلترا. وأرى أن الفرص الكبيرة التي قد يستطيع أن يمنحها له مدربه في ليفربول هو أنه يحب اللعب، وهذا المدرب أيضا أقول لكم أنه يحب محمد صلاح كذلك لتواضعه. برأيك إيه نقطة التحول الكبرى في مسيرته الكروية، ومين أكتر مدرب أنت شايف أنه قدر يطلع من محمد صلاح أفضل ما عنده؟ أعتقد أن كلوب هو من فهم محمد صلاح منذ أوله إلى آخره، لأن أرى أنه ليس هناك من يمكن استبدال محمد صلاح به أو يقوم باستبدال محمد صلاح، لأنه كلوب وإن كان من أكبر المدربين، أرى أن يعني من سبقه لم يكن قادر على فهم محمد صلاح ومعدنه، إلا أن يورجن كلوب لم يستمع لا لمينيوم ولا لآخر ولا حتى للصحفيين، ووضع ثقته في محمد صلاح، وهذا هو ما كان مطلوب وما منح محمد صلاح الفرصة، وهو ثقة المدرب التي يعني الثقة التي منحه إياها أو نقلها إليه المدرب. تنصح محمد صلاح بالاستمرار مع ليفربول ولا الاحتراف في نادي تاني في أوروبا؟ إن ليفربول هو بكل الأحوال حتى قبل أن ينضم إليه صلاح هو أحد أكبر النوادي على مستوى العالم، ولكن على مدار 15 أو 10 سنين الماضية كانت أيضا هناك هيمنة لباقي الفرق الإنجليزية، وربما ذلك لأن لم يكن لديهم المدرب المناسب. ولكن الآن هذه النوادي الكبرى الموجودة في كل العالم يمكن إذن أن لمحمد صلاح أن يتوقف للحظة ويفكر هل يود أن ينضم إلى فرق آخر مثل برشلونة، ولكن أنا أقول برشلونة لأن لديه الدعم المادي الكبير، وكذلك أنا أعتقد أن ربما قد يكون ليس الأفضل هو أن يذهب إلى برشلونة ولكن أن يبقى في ليفربول. ومن جهة أخرى أرى أن ريال مدريد هو فريق بدأ أن يشيب، وبالتالي محمد صلاح يعلم كيف هو
محبوب من المتفرجين وموثوق به، ولكن أنا شخصيا أرى أنه من الأفضل أن يبقى في ليفربول سيدتي. بشكرك جدا إيفيكا تودروف على وجودك معنا، وكمان بشكرك على الهدية الكبيرة اللي انت هديتنا بيها كلنا والعالم كله اللي بيمتعنا الحقيقة بموهبته وبكورته الكبيرة.